ملوك الدقيقة 90، الأهلي ما يعرفش طعم الخسارة وبيحقق فوز صعب ومثير على المحلة وبيقرب خطوة كمان على الحفاظ على اللقب. مفاجأة في انتصار المارد الأحمر على المحلة في دوري نايل ولقطة مثيرة بين كولر وموديستا. أنا صح. مفاجأة غير متوقعة في مباراة النادي الأهلي وبلدية المحلة في الدوري المصري اللي شهدت على فوز صعب ومثير للقارة الحمراء على البلدية، لدرجة إن الفوز اتحقق بعد أكتر من 90 دقيقة في المباراة. ريمونتادا تاريخية للنادي الأهلي اللي قدر يرجع للمباراة مرة تانية ويحقق انتصار على البلدية بعد تأخيره في الهدف. المباراة كانت على صفيح ساخن، هدفين للأهلي تم إلغائهم وشك في ضربة جزاء كمان ما اتحسبتش، لكن الأهلي زي ما وعد جماهيره ما يعرفش يعني إيه خسارة أو تعادل وقدر يحقق فوز مهم على المحلة في الدقيقة بلس 90. المفاجأة كمان كانت في تألق موديستا مهاجم النادي الأهلي اللي راهن عليه كولر، وقدر انه ينقذ النادي الاهلي من انه يقع في فخ التعادل وحقق الثلاث نقاط للقلعة الحمراء في مباراة استمرت للدقيقة 104. ولسان حال كولر في احتفاله مع موديستا: انا صح، راهنت عليك وكسبت رهان. مش بس كده، لكن المباراة كمان كانت شاهدة على قرار مفاجئ من كولر تجاه امام عاشور اللي قرر انه يخرجه في الشوط الثاني وكمان يرجع مرة تانية افشل الصورة بسبب اداء امام عاشور اللي كان مفاجئ للكل وما قدمش حاجة للفريق على مدار المباراة. الأهلي بيقرب خطوة كمان في صراع الحفاظ على لقب الدوري وقدر يعبر مباراة المحلة بسيناريو محدش كان متوقعه، خصوصا ان لاعبي القلعة الحمراء ما كانوش في مستواهم المعروف والمباراة كانت تهرب منهم، لكن الأهلي كان عارف انه لازم يكسب وحقق فوز صعب ومثير. كمان من المشاهد المثيرة في المباراة كانت تألق مصطفى شوبير حارس النادي الأهلي اللي بيثبت انه طولك كحارس فريق بطل بحجم النادي الأهلي وقادر يحرس عارين القلعة الحمراء ويزود من متاعب الشناوي اللي دخل في أزمة كبيرة مع القلعة الحمراء بسبب اعتماد المدير الفني كولر على شوبير بسبب تألقه. شوبير ساهم في فوز الأهلي خصوصا لما أنقذ هدف محقق للمحلة في الدقيقة الأخيرة في المباراة اللي كانت هتكون فرصة كبيرة للمحلة في تعديل النتيجة مرة تانية ويقدر يتعادل قدام النادي الأهلي. كولر اتكلم مع لاعبي الأهلي بعد المباراة وقال لهم: اللي عملناه في الماتش ده ما يتكررش، الأخطاء اللي تعرضنا ليها ما ينفعش نقع فيها تاني، احنا داخلين على مباراة نهائي أفريقيا ولازم نكون عارفين إن المباراة دي مش هيكون فيها مساحة لأي خطأ. كمان كولر قال للاعبين إن مفيش حد حاجز مكانه في الفريق، اللي هيجتهد بس ويقدر قيمة التيشيرت هو اللي هيكون معنا وهيكون ثابت في تشكيل الفريق. لكن يا ترى هل فوز الأهلي على المحلة هيكون انطلاقة جديدة للقلعة الحمراء في الحفاظ على لقب الدوري؟ وهل هيحقق الأهلي الفوز كمان ببطولة أفريقيا ولا لا؟ خلينا نشوف.